يقول في سؤاله الأول: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام، وذلك حرصا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة إنه يجب عليه الإنصات، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن بل يستمع لقراءة الإمام. وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه، أما أنه يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز، ولكن إذا مثلا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورا. وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة كما ذكرنا ففيها الخلاف بين أهل العلم. ولو بدون مصحف، يعني لو جلس يتابع الإمام في قراءته ويقرأ معه، ولو بدون مصحف لا يقرأ مع الإمام بل عليه أن ينصت.